صباح الخير عليكم يا ناس الخير، في يوم مبارك يوم الجمعة. كما اليوم نقولوا نصلوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم على نبينا، اللهم صلي وسلم عليك يا محمد، عليك أفضل الصلوات. اليوم إن شاء الله راح نديروا البراج تاع البومبلوموس، راح نعطيها لكم بطريقتي الخاصة، يعني كامل يديروه، مي اليوم أنا ياجي موديفي أمتي بو، راح نوريها لكم الوصفة بالتدقيق، ونتمنى أنكم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم إن شاء الله. تفضلوا بسم الله. هنايا عندي حبيبات تاع بومبلوموس، بون نقدر نقول لكم تفوت رطله، هنايا عندي 3 حبات هكذا كبار ولا ثوازيام القارص والماء. انايا هنايا كاسكو جي موديفي، هنايا راح انايا نبلوشي كامل هذيك البومبلوموس، ماشي راح نديرها باللافيت وماشي راح نخلي لابو تاعها رقيقه، على بالكم باللي القشره تاع البومبلوموس هو ديجا مر، الوغ المراره هذيك تاع شويه تاع لو زيست ديالو اللي يقعد راح يعطي واحد المراره بوكو بلوس ويعييكم في لا بريباراسيون ديالو. دونك انايا انا نعصلو بيان قارص وريح نغليه، انا نغليه اون فوا نطرومبي هكذايا ونغليه قبل ما نبيتو في الفريجيدار، نغليه بيان حتى يرفد الرغوه الاولانيه، ومن بعد ديريكتومون نروح نبردو في العين، نبردو بالماء تاع العين عادي الغوبيني، نقعد نبرد فيه دو فوا، لا ثوازيام نطرومبيه ونحطو يبات في الفريجيدار حتى الغد من داك. فوالا هذه هي لاستيس الاولانيه. نقدر نعطيك واحد لاستيس صغيره ثاني، انا درتها في هاد لا بريباراسيون، ضفت له اون بانسي دو سال، اون بانسي هاد 3 حبات ضفت لهم اون بانسي دو سال، هذاك لو سال راح يعاون على المراره، نحيل كامل هذيك المراره اللي تكون في لا بو تاع البومبلوموس. فوالا حنا بعد ما بيتهم راح نرمي الماء الاولاني ونعاود نزيد نطرومبيهم في ماء بروبر، ابخي راح نشفهم هكذا كيما راكي تشوفي فيا نعصرهم، ونجي ندير لهم في البابي هكذايا يعني نشفهم بيان في البابي ابسوربون والطرشونه تكون بروبر، ونسيين نسيري يعني نعبص شويه بيديا باش يخرج لي هذاك الماء اللي راهو شاربو ديجا هكذا. ونزيد نقول لك كو الماء توجور كي تعاوديه هذاك الماء الاخراني لو ديرني كي تعاوديه عصري له القارص، راح يخرج لك صفر ولا بو تاعو بروبر ترانسبارونت ما شاء الله. دونك دو سيت فاصون هكذا راني نعصر فيهم، نخرج لهم هذاك الماء اللي راهو اللي شربوا، ومن بعد رايحه نجوز الطريقه كيفاش رايحه نقطعهم. بون بوغ التقطاع انايا هنايا ماشي راح نقطعهم بالمص، راح نحيلهم هذيك لابول الاولانيه الفوقانيه هكذا كيما راكي تشوفي هذيك الفوقانيه، ونقطعو هكذا نحفر ندير حفره بصبعتي ونجبد نقطعو عادي ها كيما راكي تشوفي باش ما نخسرلوش البراج، خاطرش كون نقطعو بالمص راح يخسروا البراج، يعني يتقطعو ويخرج لك كامل مايه في تولي مارمولات في الطنجره. شوفي هكذا نواسي غير بصبعتي ولابول خشينه رايحه نكوبيها هكذا نخرجهم براج براج بخابخ. اي بيان سور هذاك الخيط اللي راهو اللي يكون في الوسط راح نحيه بيان سور، ونكمل دو سيت فاصون. انا بعد ما قطعتهم كيما راكي تشوفي نديرهم في طنجره ورايحه نغطيهم كامل بالماء ونحطهم يغليو فوق النار، كي يرفد الرغوه الاولانيه تبدا تغلي راح نصفيهم ونعاود نبدل لهم الماء، اي اشاك فوا نعصر لهم نص حبه قارص، ونعاود هاد لا بريباراسيون 4 مرات يعني 4 فوا. فوالا بوغ لو سيرو هنايا انا هنايا ديجا كيلت، بون دو مومون كو لو بومبلوموس مر انا درت هنايا 3 عبار تاع سكر بعبر تاع ماء، انا نعطيك العبار هكا وانتي شوفي لا كونتيتي ديالك. هنا عندي نص كاس تاع جو دي سيترون ونزيد ندير لا ترونش هذيك هكذا، راح نخليهم يسخنوا غير شويه قسم يدوب برك هذاك لو سكر، وهنا كيما راكي تشوفي هكذا لازم يغلي البومبلوموس هاد الرغوه كامل هكذا، تقعدي تبدلي في الماء 4 خضرات. فوالا هنا ما بعد ما دوبت يعني سخن هذاك السكر وداب، هذه هي الاخرانيه الماء لي شونجيتو تاع البراج لا دانيير عصرت فيه القارص، نزيد له الغليه الاخرانيه، نصفي هذيك لا ترونش تاع السيترون اللي كنت درتها من قبل، ونديبلاسي لا
البراج مي بلا كويير اي تري ديليكاتمون، يعني راح غير بالعقل باش يعني ما تفسديش لا فورم تاع البراج. نديبلاسيهم كامل هكذا ونحطهم فوق النار حتى تعقد شويه لا هذيك لاصوص تاع السيرو، ونوريه لكم ابري. وهنايا بعد ما يغلي بيان سور راح نكومي كامل هذيك الرغوه تاع المراره، هذه هي الرغوه لا فالو لي تعرف مولفه ديال لا كونفيتور، يعني تبريباري لي كونفيتور، دونك تعرف بلي هاد الرغوه يفو تنحيها اشاك غليه في لا كونفيتور ونخليه يطيب. وهنا كيما راكي تشوفي، شوفي البومبلوموس لق ديجا الماء ديالو، دونك العبر تاع الماء يجي جو جوست. فوالا شوفي لا كونفيتور هنايا حتى عقد لي بيان، شوفي لاصوص كيفاش خرجت ما شاء الله، هكذا سيروتي جوتوز عقده الصفرة. شوفي البراج كيفاش خرجوا ما شاء الله ملحمين، ولا بولي نحيتها شوفي كيفاش خرجت، ما خرجليش احمر، خرجلي صفر مذهب. شهيدكم في الجنه ان شاء الله. وهادو هما البراج على البومبلوموس اللي حضرتهم معكم اليوم، نتمنى انهم يعجبوكم. احنا نرفد لكم حبيبه تشوفوها، شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله، سيرو تاعها عاقد. ميم كي تشوفي او ديبي سيرو شويه خفيف، راح تحطيه غير واحد ساعه زوج حتشوفي عاقد. شوفي لاصوص تاعو مذهبه، شهيدكم في الجنه ان شاء الله. راح نقسم لكم حبيبه وتشوفوها. شوفي كيفاش خرجت ملحمه مذهبه ما شاء الله، سيتان ديليس فرانشمون سيتان ديليس. معليا غير نقول لكم شهيدكم في الجنه، نتلاقاو في فيديو واحد اخرين ان شاء الله. سلام.